صداقات مع الجنس الآخر نفس الفكرة يا جماعة، مفيش حاجة اسمها صداقة حقيقية مع الجنس الآخر. الصداقة مع الجنس الآخر هي الجواز بس، وأسعد زوجين هم اللي أصدقاء في زواجهم. فاهمين الفكرة؟ ربنا يفرحكم تعيشوا زوجات سعيدات. لما يكون جوزك صاحبك يعني إيه؟ بتحكي له وبيحكي لك، بتتشاركوا في حاجات كتير، هي الصداقة كده. إنما النهاردة بتحكي له وبتحكي لك وبتتشاركوا في حاجات كتير، يبقى فاضل الجنس. فاهمين؟ يعني لو صاحبتي ولد النهاردة على طول الصحوبية دي هتستدعي الجنس بعد شوية، لأنك بتحكي له وبيحكي لك، بترتاح لي وبترتاحي له وكلام زي كده. الحب الطبيعي ده لازم يستدعي الجنس، يطلب يبقى فيه جنس، لأن ربنا خلقنا كده، متبرمجين كده. فلما يجي بعد الجواز طبيعي طبعا تبقوا أصحاب وأزواج، إنما عاوزة تبقي صديقتي. وديكي يعني مثل بسيط، لو هنقول إن الصداقة صح، إيه رأيك تبقي مخطوبة لواحد وبيحكي لصاحبته بالليل كل اللي بيحصل طول اليوم؟ ده خطيبك بيحكي لصاحبته، ها تقبلي الكلام ده؟ يبقى الصداقة غلط. فاهمة؟ هل خطيبك في يوم من الأيام هيقبل إن أنت تبقي ليكي واحد صاحبك؟ ده يموتك. واخدة بالك؟ إذن الصداقة غلط. ليه؟ لأنه واضح إنها توازي الخطوبة والجواز، يعني هي مساوية للخطوبة والزواج. إنما الزمالة طبيعية، يعني نبقى كلنا كده في كنيسة واحدة وأصحاب مع بعض وإخوات في بعض، وأبونا وسطينا والخادمات، وفي حدود وفي احترام، مفيش كلام خاص، مفيش كلام زيادة، خلاص وماله، إخوات في بعض.